ليه بكتير؟ هو ايه اللي بكتير؟ انا عايز 4800 جنيه اجيب شنطه. لا هو ايه اللي بجيب شنطه؟ يا بابي انا عايز اجيب شنطه. يا بابي دي معمول عليها عرض. 4000 جنيه. هو ايه اللي بكتير؟ انا عايز فلوس. سعدون مالك يا سعدون؟ اهدى شويه يا سعدون. امال لو شفت الفيديو التاني هتعمل ايه فينا يا سعدون؟ روق. ايه ده يا النور اللي بايده يدفي ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي يا ام نور؟ تعملي كفته في اوضه النوم يا ام نور؟ ايوه طبعا يا جماعه، عشان اغير المفرسين اكدهم. المفرسين ام تغل اللي بنار. بص انا بعمل كفته دلوقتي، بص بالرز اهي في غرفه النوم، بص اهو 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 اهو. هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو، هما التعمين علشان تعمين يقعدوا كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. ايه رايكم بقى في غرفه النوم بالكفته بتاعت غرفه النوم بتاعت ام نور؟ بصوا يا اخي ما عندك حديد شيء، حديد حديد شيء. اخوي عامر اركب الخطر، الله ينظم. لا يا اخي والله.